مازن فما حقيقة قال للتوانسة اليوم 27 جوان صارت أمور مش عادية ومش مقبولة ومش معقولة مع هذا معناتها لن تتراجع عن هذا. يمكن الميتافور جات في الشارات في الإشار في إمكانية أما الآخر يقول لك كل صحيح كله صحيح كل صحيح كل صحيح ومعناتهم تتبعوا أنتم صفين وتتبعوا حتى أعلنوا على خبر وفاة المرحوم حتى في قنوات أجنبية ولهذا المشكل ولا فما شغور يندرى في شغور هذا دائم ولا شغور وقتي والحاجة الأخرى هذا تزامن مع السيد محمد الناصر رئيس البرلمان اللي كان هو في فترة نقاهة ولهذا الكلام هذاك راهو الكلام هذاك ما يجبد منه حتى كلمة بالنسبة لي يعني فما حاجة برك يمكن ميتافور دي نتاع الشارات والكل الكل ايش حمق ولكن بالنسبة ليك كانت فما أمور مسترابة مش مسترابة أمور مسترابة وأمور خطيرة جدا خطيرة جدا نعم وكانت الطريقة في التعامل معها مش سهلة على وزير الدفاع لا ولكن الحقيقة زاد للأمانة رئيس الجمهورية ما كانش في الجيش حالة تحت يديك سي عبد الكريم الجيش ما يعملش اللي يجي في بانيمبورت كوا الجيش احنا بالنسبة لنا احنا مش هذا التليفون وعمل لا ابدا داير في ال 11 متاع الليل عملنا مجلس اعلى للجيوش وقرينا حسابنا في ماشي يصير شي انفلات يصير شي حاجة وحب ننسقوا مع وزارة الداخلية باش نبداو حاضرين ومتجهزين في اطار المحافظة على الامن ليس اكثر هذا كلام هذا يعني قلت لك في 2011 السلطة ملقاة على الارض ما هزها حتى حد